للحديث عن هذا الموضوع معي من دبي السيد سامي إمام الصحفي الرياضي. أستاذ سامي، أهلا بك معنا في برنامج استوديو الآن. حظوظ برشلونة برأيك في حسم اللقب اليوم؟ اهلا، مساء الخير استاذ احمد. يا أهلا بك. اكيد الحظوظ مرتفعه برغم انه يلعب خارج ملعبه، لكن المعنويات في قمتها، خصوصا انه برشلونه ايضا مرتاح، ليس لديه مباريات اوروبيه، وبذلك اللاعبين في قمه جاهزيتهم البدنيه. ايضا هناك حافز لدى ميسي كما تفضلتم، سجل عالي، وهو يريد ان يعادل او يتجاوز رقم محمد صلاح، لان في السباق طبعا الى الحذاء الذهبي، لانه لدى ميسي 29 هدف ولدى محمد صلاح 31 هدف. لذلك تسجيل ميسي هدفين اليوم يعادل محمد صلاح او يتجاوزه في حال سجل هاتريك. هذه معطيات كلها ترفع من اكيد الرهان على برشلونه، خصوصا انه يلعب امام فريق متواضع دفاعيا، يعني دخل في مرمى ديبورتيفو لكورونيا 65 هدف لحد الان. وبالمقابل هجوم برشلونة مسجل 83 هدف. هذه المعطيات ترجح كفة برشلونة. هو أكيد يعني يسعى للفوز في هذه المباراة وفي جميع المباريات المقبلة، حتى لو توج في اللقب، لأنه يريد أن ينهي الموسم بدون خسارة. هو الفريق الوحيد لحد الآن الذي لم يخسر في الدوري الإسباني. نعم أستاذ سامي، يعني في بداية الموسم خاصة مع مغادرة نيمار للفريق، الكل كان متخوف من مستوى برشلونة هذا الموسم، إلا أنه أظهر مستوى كبير. برأيك ما الذي ميز برشلونة هذا الموسم؟ الذي ميزه هو احترافية اللاعبين. اللاعبين برغم أن هناك كان تحفظ على المدرب فالفيردي وعدم ربما وشكوك في قدرته على قيادة الفريق لإحراز اللقب المنشود، لكن احترافية اللاعبين وتقبلهم للمهمة الصعبة، أيضا تقبلهم للاعبين الجدد، ساهم في أن يتحقق الهدف لحد الآن. هو لم يصب النجاح أوروبيا، لكنه على المستوى المحلي يسير بخطى رائعة. الكأس والآن الدوري، أعتقد ثنائية مهمة جدا في الموسم الأول لفالفيردي. نعم، حسم الدوري بهذه الصورة السريعة، يعني 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد، 15 نقطة عن ريال مدريد، هل هو صحي للدوري الإسباني والمشجعين برأيك؟ هو بكل تأكيد ليس صحيا، الجميع يتمنى أن تكون المنافسة أقوى، لكن للأمانة أتلتيكو مدريد هذا الموسم ليس في مستواه المعهود، أيضا ريال مدريد ليس في مستواه المعهود. يعني تخيل أتلتيكو مدريد يمتلك أكثر من مهاجم جيد، ومع ذلك مسجل 55 هدف فقط في الدوري، يعني أقل على سبيل المثال من ريال سوسيداد صاحب المركز العاشر اللي سجل 63 هدف. فأتلتيكو مدريد ليس في يعني مستواه المعهود، وأيضا ريال مدريد ليس في مستواه المعهود. هذا ساهم في أن يحدث هذا الفارق الكبير في النقاط. لم يكن برشلونة متألقا بشكل خارق لكي يحصل هذا الفارق، ولكن المنافسين أيضا كانوا أضعف من بقية المواسم. نعم، الصحفي الرياضي الأستاذ سامي إمام، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.